المحللين والخبراء. داخل مقطوعة من عبد الله، ترجع مرة تانية في الشمال يا ولد يا أيمن. يا حفني لعيب جامد جدا، حسام غالي راح له على طول، تتاخد الكرة بفاول، ضربة حرة مباشرة لصالح نادي الزمالك من ناحية الشمال. خلي بالك حسام غالي اللي لا عملية ما هي سهلة، لكن هي أفكار بتيجي للكوتش، هو بيحس بحاجة معينة بينفذها، ده طبيعي أي مدير فني خاص فتحي. ومنتهى الخطورة تمريرة بالخطأ، عايز انطلق مصطفى تقف تحت رجله وترجع له مرة تانية. لعيب كبير، لعيب كبير يا راجل يا مفتري، عايز يمشيها كوبري كده، لكن يعني صعب دي يا مصطفى قوي. على الأرض سعد سمير، ما عندكش حظ يا سعد. بص خلي بالك، ادي مصطفى وادي سعد، وادي سعد قاعد على الارض، سعد دور عليها ما لقاهاش، زقها زقت ايه؟ زقت جاتوه. ضوء في المرمى عشان يتقدم فريقه 3-1 ويعطي اشاره الامان الكبيره. بص عايز يمشي، خلي بالك الكره فات دي، يا 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 لاعب كبير الحقيقه جدا 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 مصطفى. ويبقى مصطفى لاعب رائع كبديل، لما كان بيبتدي ما كانش بيقدم المردود المطلوب، لكن لما بيبقى بديل بينزل يقلب الدين. بصوا الترقيص يا جماعه، يا ساتر يا ساتر، وبعدين وش رجله. بص في الحاجات اللي زي كده من ناحيه مين؟ مصطفى فتح، فتح يا ساتر، كوبري يا ساتر، ما بين قربك وخوفي عليك يا رامي يا ربيع، من فضلك اقفل رجليك. يا ساتر على كوبري، يا ساتر على كوبري، يا ساتر يا راجل، ده انت مفتري يا راجل، ده انت مفتري، حرام عليك، صافيني مره وجافيني مره، ما تلبسهاليش كده كل مره، يا عليك يا مصطفى يا فتحي.